بتبدأ أحداث قصتنا بسيوف كتير مغروزة في ظل، وصوت بيقول الحاجات الملتصقة بيا دي سيوف واللي بين إيديا دي راسي. وبنشوف صورة أوضح للظل وبنلاقيه درع فاضي وهو شايل الخوذة بتاعته بين إيديه ومغروز فيه سيوف في كل مكان. وبنكتشف إن الصوت اللي سمعناه في الأول ده صوت الدرع، وهو بيكمل كلامه ده أنا فقط درع بدون جسد مادي، إزاي بقيت كده؟ وبنرجع لذكريات الدرع ونلاقي شخص واقف بين مجموعة من الناس وبينادوا عليه ويقولوا له يا قائد الطائفة ماذا سوف نفعل؟ وبيظهر قدامنا وحش شيطاني بأربع عيون وهو مدمر طائفتهم ومولع فيها. وبيتكلموا اللي كانوا حوالين قائد الطائفة وبيقولوا له إن احنا تكبدنا خسائر كتير عشان نوقف الوحش ده وفشلنا ومفيش حل تاني غير إن احنا نهرب. ويتكلم الشخص اللي كان بينادوا عليه بقائد الطائفة ويقول أنا جانغ شي قائد طائفة قتلة الشياطين، عايزين نهرب من مواجهة. وبيخرج من جسمه طاقة قوية وهو بيقول على الرغم من تضحية محاربين الطائفة برضو ما قدرناش نغلب الوحش الشيطاني ده، والواجب علي كقائد الطائفة ان انا واجه الوحش ده حتى النهاية وان كانت حياتي على المحك. وبينطلق ناحية الوحش الشيطاني واللي وراه بينادوا عليه ويقولوا له لو عملت كده فانت بتعرض حياتك للخطر. وبيرد عليهم وهو متجه ناحية الوحش الشيطاني انا في الاول والاخر اسست الطائفة دي لمقاتلة الوحوش الشيطانية، لو كانت المعركة دي نهاية حياتي فانا لازم اقضي على الشيطان ده قبل موتي. واول ما بيوصل للوحش الشيطاني بتخرج من الوحش هالة مرعبة وبيتفاجئ منها قائد الطائفة جينغ وبيتصدم من قوتها. وقبل ما يستوعب اي حاجة من اللي حصل بيطلق الوحش الشيطاني هجوم عليه بالهالة المرعبة دي، ما بيقدرش يواجه الهجوم ده وبيشتت ويدمر كل الطاقة اللي جمعها حواليه. وبيخرج من الهجوم طاقة قوية بتحوطه من كل مكان وتدمر جسمه، وبنكتشف ان روحه انتقلت للدرع ده. وبيستغرب وبيسأل نفسه انه ازاي نجا من الهجوم ده، او على الاقل روحه بس هي اللي نجت. وبيفكر في الوحش الشيطاني وبيقول انا لازم ارجع تاني عشان اقاتل الوحش ده، وعشان اقدر اعمل كده في مهارة انا عارف واسمها مهارة التحول لكن ما استخدمتهاش قبل كده. وبيبتدي ينفذ المهارة دي وبيجمع الطاقة على اطراف صابعه لكن للأسف بيفشل. وبنعرف ان سبب فشله ده ان ما عندهوش طاقة الشي، والطاقة دي هي اللي بتخليه يقدر ينفذ فنون سرية. بنعرف منه على الرغم من نجاة روحه لكن ما قدرش يحتفظ بطاقة الشي اللي كانت معاه، لان الروح ما بتقدرش تحتفظ بالطاقة. وبيفكر ويقول لنفسه على اي حال انا لازم اعرف مكان الموقع اللي انا فيه. واول ما بيبص حواليه عشان يكتشف المكان بيلاقي معركة دايرة بين جنود ودروع بتتحكم فيها طاقة ملعونة. واحد من الجنود بيزعق وهو بيقول لازم نمنع الدروع الملعونة. وبتظهر من وسط الجنود بنت، وواحد من الجنود بيقول لها يا اميرة ان احنا خايفين نلاقي زيادة من الدروع الملعونة قدامنا. واحد بيسألها تاني بيقول لها هو احنا لازم نتقدم اكتر؟ ترد عليهم الاميرة وتقول اكيد احنا لازم نتقدم، ومش عايزاكم تنسوا ان القاعدة التالتة من قانون الفرسان لا تراجع. وبتقول لهم كلام يحفزهم، وبنعرف ان هم عايزين يلاقوا سيف جوه صخرة، والسيف ده هو املهم في القضاء على الدروع الملعونة للابد. وبنشوف الاميرة وهي بتقود الجنود وتنطلق ناحية الدروع الملعونة عشان يواجهوهم. وبنرجع لصاحبنا جينغ وهو بيتابع المعركة من بعيد وبيقول في نفسه شكل ان مفيش مكان في الارض بيخلو من الحرب، لكن ده مش مهم دلوقتي، اهم حاجة ان انا الاقي طريقة اجمع بيها الطاقة اللي محتاجها، ولو اعتمدت على الطريقة العادية هتبقى بطيئة جدا في تجميع الطاقة. وبيحس بحاجة وبيقول الاحساس جاي من الاتجاه ده، وبيبص على السيف اللي مسكاه الاميرة وبيلاقي طاقة الاتشي بتخرج منه، وبيقول في نفسه ممكن يكون ده سيف سحري. وبنعرف ان الاسلحة السحرية عندها القدرة على تجميع طاقة الاتشي بطريقة سريعة. وبيقول صاحبنا جينغ في نفسه لو امتلكت سلاح سحري فده اكيد هيزود من سرعة تجميع الاتشي عندي. شكل العالم اللي انا فيه ده بيحتوي على طاقة الاتشي حتى وان كانت خارجة من الاسلحة السحرية. وبنرجع للاميرة وجنودها وبنشوفهم ان هم قدروا يغلبوا الدروع الملعونة. وبتقول الاميرة وهي باين عليها التعب من اثر المعركة ان هم قدروا يقضوا على الموجة دي مؤقتا. بيقاطع كلامها ظهور جينغ من وراها وهو بيحاول يمسك السيف منها وبيقول لها انا عايز اجرب السيف ده لدقيقة. وبتتفاجئ الاميرة من ظهور جينغ وبتخاف منه، وبيظهر ظل الفارس عملاق وهو بيضرب جينغ
الكينغ وبيبعده عن الأميرة وبيطمن عليها الفارس العملاق وبترد عليه وتقوله إن هي كويسة. وبتقول الأميرة هو الشخص ده من ضمن الجنود اللي كانوا معانا بس أنا مش فاكراه، وتقول أتمنى إن هو يكون بخير بعد الضربة اللي طيروا بيها الفارس العملاق. وأول ما بيبص عليه بيتفاجئوا إن رأسه طارت من مكانها وبيصدموا لما بيلاقوه إن هو درع فاضي. وفي لحظة الجنود بيحاصروه من كل مكان وهم بيقولوا ده درع فاضي، لا ده درع ملعون من الدروع اللي بنقتلها. وأول ما بيسمعهم الدرع العملاق وبيشوف الخوف عليهم بيقول لهم انتوا خايفين من ايه، ده درع واحد بس مش هيختلف عن الدروع اللي احنا قتلناهم. وبيوجه هجوم بسلاحه ناحية الدرع الفاضي وبيقدر الدرع الفاضي انه يراوغ الهجمات دي قبل ما توصله. وبيتفاجئ الدرع العملاق لما بيشوف ده وبيقول بطلنا جينغ وهو بيتجنب هجمات سلاح الدرع العملاق من الناس اللي هنا عجزة وما بيعرفوش يستخدموا طاقة التشي، وان حركاته هو بطيئة ولو كان بيمتلك طاقة التشي كانت هتبقى الامور اسهل بالنسبة له. وبيقطع تفكيره ده الاميرة وهي جاية ناحيته بالسيف وبتوجه الهجوم وبتقدر تصيبه وبترميه لورا. وبيقول في نفسه السيف ده كل ما بيقترب مني بحس بطاقة التشي اللي خارجة منه. وبتبص الاميرة على الجنود بتقول لهم لازم تكونوا حذرين. واول ما بتبص وراها بتلاقي الموجة التانية من الدروع الملعونة وهي بتحوطهم من كل مكان. واول ما بتشوف كده الاميرة بتنادى على الجنود وتقول لهم مفيش وقت للراحة، استعدوا للمعركة وجهزوا للقتال. بتنطلق الاميرة هي والدرع العملاق ناحية الدروع الملعونة وبتصدوا لهجوم الدروع الملعونة بكل قوتهم على الرغم من محاصرة الدروع الملعونة ليهم من كل مكان. وعلى الرغم من الشجاعة اللي بيواجهوا بها الدروع الملعونة لكن الكثرة تغلب الشجاعة وبتهجم عليهم الدروع الملعونة بأعداد كبيرة وبتقدر ان هي تفرق بينهم في القتال. نعرف ان عدد الدروع الملعونة زاد عن المرة الاولى وقدرته مع التحمل بقت اقوى. بيهجم درع ملعون على الاميرة وبيطير السيف منها وبيقع جنب بطلنا جانغ وهو بيتلافى خوذة الدرع بتاعه من الارض. واول ما بيثبت راس الدرع بيتفاجئ بالسيف جنبه وهي خارجة منه طاقة التشي وبيمد ايده عشان ياخده. بيقول ده اكيد السيف السحري اللي انا شفته قبل كده واخيرا جت الفرصة ان انا اجربه. واول ما بيشيل السيف في ايده بتخرج من السيف هالة التشي وبتغلف الدرع كله. بيقول وهو شايل السيف في ايده انا اتأكدت دلوقتي ان ده سيف سحري وحاسس ان الطاقة بتتجدد جوايا دلوقتي، ولكن للأسف كمية الطاقة اللي بيمتصها السيف دي قليلة جدا، ولكن اعتقد ان هي هتفي بالغرض في الوقت الحالي. وبيمسك السيف وبينطلق ناحية الدروع الملعونة وبتلاحظوا الاميرة وهو رايح يهجم على الدروع الملعونة وبتقول هو مش منهم ازاي بيهجم، وقبل ما تكمل كلامها بيهجم على الدروع الملعونة اللي كانت بتحصرها وبيقدر يدمرهم كلهم بهجوم واحد بس. واول ما بيشوفوه الجنود بيستغربوا نفس استغراب الاميرة ويقولوا غير ان هو بيهجم عليهم وهو المفروض منهم، وعلى الرغم ان عدد الدروع الملعونة في المرة دي اكتر من المرة اللي فاتت بس قادر يوجههم ويقضي عليهم بكل سهولة. ولو قارنا قتاله بالاميرة والفارس العملاق فهو بيتغلب عليهم في القوة. ويقول بطلنا جنغ وهو واقف قدام الدروع الملعونة الاشخاص اللي ما بيعرفوش يستخدموا طاقة التشي هيفتكروا ان دي قدرات قتالية، لكن في الواقع ان انا بستخدم طاقة التشي اللي بيمتصها السيف وبهجم بيها واللي بينتج عنها هجوم قوي بيدمر اي حاجة في طريقي. بنشوف جنغ بعد ما قدر يقضي على كل الدروع الملعونة وهو واقف وبيقول انتهيت. بتبص على الاميرة وهو واقف وبتنادي عليه وهي وراها الدرع العملاق وهما واخدين حذرهم منه لحسن يهاجم عليهم، وبتقول له انت عايز وما بتكملش كلامها. وبيقول لها بطلنا جنغ ما تتوتريش انا مش هدفي اذيكم ولا اهجم عليكم، ولكن في مقابل مساعدتي ليكم فانا هحتفظ بالسيف ده. ويقول في نفسه باستخدام السيف ده هقدر امتص طاقة التشي اللي انا محتاجها عشان انفذ مهارة الانتقال وارجع للطائفة بتاعتي تاني. واول ما بيبتدي يجمع طاقة التشي من خلال السيف بكل قوته فجأة بيتدمر السيف وما بيستحملش الطاقة اللي كان بيجمعها جنغ، وبيحس بالاحباط وبيقول رتبة السلاح منخفضة جدا ما قدرتش تستحمل الطاقة اللي كنت بجمعها. وبيبص على الاميرة وبيقول لها ما عندكيش اسلحة تاني زي كده. وبتبص على الاميرة وبتفكر هو ازاي عملها، ازاي بقى الدرع بيتكلم، بس ده مش مهم، المهم ان هو دلوقتي بيساعدني. تنادى على الاميرة وبتقول له انت بتمتلك اسم؟ بيرد عليها وبيقول لها اسمي جنغ. تستغرب الاميرة وتقول له انا اول مرة اشوف درع بيتكلم وليه اسم، جنغ انت عدو ولا صديق؟ بيرد عليها بطلنا جنغ وبيقول لها سيبك من الكلام التافه ده، اللي يهمك ان انت تعرفيه ان انا مش عايز اذيكي ولا عايز اتدخل في شؤونك، واللي يهمني انا ان انا احصل على المزيد من الاسلحه اللي شبه ده. ويتعصب الدرع العملاق من كلامه وعايز يضربه لكن بتمنعه الاميره. وتقول الاميره يبقى انت محايد وبناء على كلامك ده فانا ممكن اطلب منك ان انت تتعاون معايا. بيرد عليها بطلنا جنغ وبيقول لها لو هتقدري توفري لي
أسلحة زي السلاح ده، فأنا ممكن أفكر في الموضوع. وبتشاور على مكان وبتقول له إحنا رايحين للقلعة اللي هناك دي، وفي كلام سمعناه إن في سيف في الصخرة موجود في القلعة دي، وهو ده اللي هيحل كل المشاكل بتاعتنا. لو أنت جيت معانا للقلعة فإحنا هنحقق عليك كل اللي أنت عايزه. وبيقاطع كلامها الدرع العملاق وهو بيقول لها لازم تفكري كويس قبل ما تتعاوني مع الدرع ده. فبترد عليه وتقول له أنا عارفة إن هو شكله مريب، بس هو أنقذنا في النهاية، وبمهارته اللي شفناها في القتال من السهل إنه يتغلب علي أنا وأنت ومش هنقدر نوقفه. غير كده في عدد كبير من الدروع الملعونة جوه القلعة، ليه ما نخلوش ينظف الطريق لينا؟ وأول ما نوصل لهدفنا هنقدر نواجه أي حاجة ومش هنخاف منه. وبتنادى على صاحبنا جنغو وبتقول له إيه قرارك؟ بيفكر ويقول في نفسه من الكلام اللي أنا سمعته شكل السيف داخل الصخرة ده قوي جدا، واحتمال كبير إن هو يكون سيف سحري، ولو كان كده فهو أكيد هيساعدني في الهدف بتاعي. ويبص على الدروع الملعونة وبيقول بصوت عالي يلا بينا ننطلق. وبيقول بطلنا جنغ في نفسه شكل الدروع الملعونة دي نوع من الشرور ضعيفة المستوى، ولو كنت بمتلك طاقة زيادة في السيف ده كانت الرحلة هتبقى أسهل بكتير. بنشوفهم قدروا يدمروا كل الدروع الملعونة اللي كانت في طريقهم وقدروا يوصلوا لباب القلعة. وتقول الأميرة أخيرا وصلنا لباب القلعة، وبتبص على الجنود اللي وراها وبتقول لهم لازم تكونوا حذرين. وبيقطعها بطلنا جنغ وبيقول لها ممكن تفكريني بحكاية السيف ده مرة تانية؟ بترد عليه الأميرة وتقول له ده سيف أسطوري تم صنعه من 10,000 سنة ويحمل جواه قوة جبارة، واللي هيقدر يستخدمه هو اللي هيتحكم في القوة دي، والسيف ده والقوة اللي موجودة فيه هي أملنا الوحيد عشان نهزم الدروع الملعونة. وأول ما بيبص قدامه بطلنا جنغ بيقول سيف حجر، وبنشوف سيف مغروس في صخرة وبتخرج منه طاقة مهولة. بيكمل كلامه أنا حاسس بطاقة قوية خارجة من السيف ده، ده أكيد سيف سحري، غير كده أنا متأكد إنه مستواه عالي وأكيد هيقدر يساعدني في امتصاص الطاقة المطلوبة عشان أحقق المهارة بتاعتي. وبتبص الأميرة عليه وبتقول أخيرا وصلنا للسيف المنشود، وأقدر أقول إن الملك الحقيقي هو بس اللي هيقدر يسحب السيف ده. وعلى مر السنين في ناس كتير حاولت تخرج السيف ده أو تحصل عليه، لكن الحاجة الوحيدة اللي حصلوا عليها هو الفشل الذريع، والعظام والدروع المرمية تحت السيف دي بتأكد على كلامي. وبينادى عليها الدرع العملاق وترد عليه قبل ما يكمل كلامه وبتقول له أنا عارفة إن أنا ممكن ما أكونش مؤهلة عشان أحمل السيف ده، وإن مصيري ممكن ما يختلفش عن مصير اللي سبقوني، لكن ده الحل الوحيد عشان إنقاذ الجميع. بتطلع فوق كومة الجثث والدروع وبتمد إيديها عشان تاخد السيف، وهي بتقول أنا قررت خلاص طول حياتي وأنا بستنى اللحظة دي. وأول ما بتمسك السيف بتخرج منه طاقة مرعبة تنتشر في المكان، وكل لحظة بتعدي بتزيد قوة الطاقة دي. وبنشوف الأميرة وهي بتحاول تسحب السيف لكن ما بتقدرش وبتحس بالضعف، وبتقول إن هي حاسة إن طاقة روحها بتسحب منها. وبنكتشف إن الطاقة المرعبة اللي خرجت من السيف بتمتص طاقة حياة اللي بيلمسه لحد ما بتستنزف الطاقة بتاعته وبيموت. وبنشوف الدرع العملاق وهو بينادى على الأميرة وبيقول لها إن هي تسيب السيف حالا، ومع كلامه ده بيظهر ظل وهو رايح بسرعة باتجاه الأميرة. بتظهر إيد وبتمسك كتف الأميرة، وبنعرف إن ده بطلنا شنغ، وبيشدها لورا وبيرميها بعيد عن السيف، وبيلحقها الدرع العملاق قبل ما تقع على الأرض. وبنشوف الطاقة المرعبة وهي لسه بتخرج من السيف، وبطلنا جنغ بيسحب السيف من مكانه. وبتتفاجئ الأميرة والدرع العملاق أول ما بيشوفوا الطاقة ما بتأثرش فيه وهو بيسحب السيف، وبيبص عليهم بطلنا جنغ وبيقول في نفسه الأشخاص اللي هنا ما عندهمش فكرة عن استخدام طاقة التشي أبدا، وللسبب ده لحد دلوقتي محدش عارف يسحب السيف ده، لأن أي حد بيقرب منه بيمتص منه طاقة التشي وبيحوله كوما من العظام. والحاجة الوحيدة اللي تخليك تقدر تسيطر على قوته هي ممارسة تقنيات التشي. وبيزعق بطلنا جنغ للأميرة وبيقول لها بطلت تبص عليا بزبهلال، وبص حواليكي وتعاملي مع الرفاق اللي هيقولك. وأول ما بتبص وراها بتشوف الدروع الملعونة وهي جاية عليهم عشان تهاجمهم. بيقول لها الدرع العملاق احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بترد عليه الأميرة هنقاتل. بتروح الأميرة والدرع العملاق والجنود اللي معاها وبيتصدوا للدروع الملعونة. بتسمع الأميرة صوت بينادى عليها وبيقول لها احذري، وأول ما بتبص وراها بتتفاجئ بدرع ملعون على شكل دب عملاق، وبنشوفه وهو بيهجم على الجنود وهم مش قادرين يتصدوا ليه وبيدمرهم. وبيبص بطلنا جنغ عليهم وبيقول من الواضح ان هم مش هيقدروا يتصدوا للهجوم ده، فلازم اخلص بسرعة. وبيبص على السيف وهو بيسحبه بيكمل كلامه، السيف ده عنده قدرة جبارة على ابتلاع طاقة التشي اللي حواليه، وانا اول مرة اشوف سلاح عنده القوة الجبارة دي في امتصاص التشي. فهو على عكس السيف اللي كان مع الاميرة مستواه منخفض واي حد يقدر يستخدمه حتى لو ما بيقدرش يتحكم في طاقة التشي، لكن السيف الموجود في الحجر ده بالتأكيد وحش شرس. وعلى الرغم من ذلك فانا ممارس في تحكم طاقة التشي، وليس هناك شيء لا يمكنني السيطرة عليه. وبيسحب السيف
السيف بكل قوته، بينتج عن سحب السيف انفجار قوي، وبتلاحظه الأميرة وبيتشتت انتباهها. في اللحظة دي بيهجم الدرع الدب عليها من وراها، وأول ما بتاخد بالها منه بتتفاجئ بالهجوم ده. لكن قبل ما يوصلها الهجوم ويهدأ عليها بيظهر طاقة قوية وضوء قوي وانفجار شديد بيحجب الرؤية عنها وما بتقدرش تشوف حاجة. بيشوفوا اللي حصل ده الدرع العملاق والجنود وهم بيقتلوا الدروع الملعون. وأول ما بتفتح الأميرة عليها وبتبص قدامها بتتفاجئ من اللي شايفاه. بطلنا جينغ قدر يسحب السيف من الصخرة ويدمر الدرع الملعون اللي كان هيقضي عليها. وبيقول بطلنا جينغ وهو ماسك السيف شكل الطاقة المرعبة اللي كانت جواه ابتدت تهدى وقدرت أسيطر عليه بالكامل. غير كده حاسس بتدفق مستمر من طاقة الاتشي بتنتقل من محيط السيف لجوه جسمي، أكيد دي قوة السيف السحري. وبنكتشف إن السيف مش بيمتص بس الطاقة المحيطة به من الاتشي، ولكن كمان بيمتص طاقة الاتشي اللي موجودة في الدروع الملعونة وبيجمعها في جسم بطلنا جينغ. بنشوف وحش من الدروع الملعونة وهو رايح يهجم عليه، وبيقول وهو بيستعد عشان يتصدى لهجوم الوحش. ما دام السيف بيوفر ليه الطاقة اللازمة فده بيعزز من قوته، وبالشكل ده الأمور هتبقى أسهل في القتال. بنشوف بطلنا جينغ قدر يتصدى لهجمة الوحش بقوة جبارة، وقبل ما يوجه للوحش هجوم تاني بيتحرك بطلنا جينغ بسرعة جبارة وبيظهر ورا الوحش وبيسدد له هجمة بالسيف فوق دماغه. وأول ما بيخلص الهجوم ده بيقول جه الوقت إن أنا أظهر طاقة الاتشي الكاملة، أنا هفكك طاقة الاتشي بسيطرتي وأعيد بناها مرة تانية ودي هتبقى النتيجة. وبنشوف طاقة رهيبة بتخرج من جسم بطلنا جينغ وبينطلق بسرعة مدمرة بهجوم قوي ناحية أقوى وحش فيهم وبيهجم عليه هجوم مدمر. وأول ما بيخلص الهجمة بتاعته بتنفجر طاقة جبارة بتدمر الوحش اللي هجم عليه، وبيتفاجئ الدرع العملاق والأميرة وبيقول إن هو قوي جدا. غير كده قدر يستخدم قوة السيف. وبنرجع لجينغ وهو واقف جنب جثة الوحش وبيقول أخيرا قدرت أقضي عليه، وأعتقد إن السيف امتص طاقة كافية من الليتشي وهقدر أنفذ المهارة بتاعتي. وبيبتدي يركز ويجمع طاقة الليتشي في إيده وبيحاول جسمه بيها، وهو بيقول الفن السري مهارة التناسخ. وبتبتدي تخرج من الدرع طاقة الليتشي قوية وبيقدر إنه يفشل مرة تانية. وبيصدم من اللي حصل، وبنكتشف إن سبب كده إن طاقة الليتشي اللي امتصها السيف كانت غير كافية لتنفيذ المهارة بتاعته. وبيقول جينغ على الرغم من امتصاص السيف لطاقة الليتشي من المحيط اللي حواليه ومن الوحوش اللي أنا قتلتها، بس برضه الطاقة دي ما كانتش كافية إن أنا أنفذ المهارة بتاعتي. وبنسمع صوت بره بوابة القلعة وبنعرف إن دي الدروع الملعون. بيخرج بطلنا جينغ وهو بيبص عليهم وبيقول جه وقت امتصاص الطاقة تاني. تتفاجئ الأميرة والجنود اللي معاها وبيقولوا إن إحنا اتحاصرنا من كل مكان. وبيطلع قدامهم بطلنا جينغ وهو ماسك السيف بتاعه وبيقول جه وقت الحصاد. بيتكلم الدرع العملاق والأميرة وبيقولوا إحنا عددنا قليل وبالمقارنة معاهم لو دخلنا في معركة فإحنا اللي هنخسر. ويرد عليهم جينغ ولو قعدنا هنموت. بيقول وهو بيهجم على الدروع الملعونة ويدمرها الانسحاب كمحارب هو أكبر عار ممكن يلحق بيا. بيقول في نفسه غير كده أنا محتاج أمتص طاقة الليتشي منهم عشان أقدر أنفذ المهارة بتاعته. وبيبص على الدروع الملعونة اللي كان بيقتلها وبيلاحظ حاجة ويلاقي اختلاف في هالة الطاقة اللي بتخرج منها. وبيسمع صوت بيقول له لديك فرسان جاهزون امنحهم أوسمة الشرف من فضلك. وبيتفاجئ من الصوت اللي سمعه والكلام اللي بيقوله، بيفتكر إن دي هلاوس من اللي حصل معاه. وبنسيب جينغ وبنرجع للمعركة اللي دايرة بين جنود الأميرة والدروع الملعونة وهم بيحاولوا يقتلوه بكل قوتهم. وسط المعركة دي بتلاحظ الأميرة حاجة، وأول ما بتبص وراها بتلاقي دروع ملعونة على شكل دباب عملاقة وهم بيهجموا عليهم، وبينجحوا إن هم يتجنبوا الهجوم اللي كان جاي عليهم، لكن للأسف الدروع الملعونة بتقدر تحاصرهم بسبب عددهم القليل. وبنسيبهم ونرجع لجينغ وهو واقف وسط الدروع الملعونة اللي قدر يقضي عليهم، وهو بيسمع الصوت اللي كان بيكلمه مرة تانية وبيعيد عليه نفس الكلام لديك فرسان جدد جاهزين امنحهم أوسمة الشرف من فضلك. بيركز جينغ في الصوت وبيتفاجئ انه طالع من السيف وبتخرج من السيف هالة الشي قوية، وبيسأل نفسه هل الأسلحة السحرية في العالم ده بتقدر تتواصل مع اللي بيستخدمها. والصوت اللي انا بسمعه الكلام اللي بيتكرر والفرسان امنحهم أوسمة الشرف ممكن تكون دي قوة جديدة للسيف، لكن وعلى الرغم من عدم استيعابي للكلام ده الا ان لو القوة دي مفيدة ليا فانا لازم اسيطر عليها. وبيبتدي يفعل قوة السيف وبيقول منح أوسمة الشرف. وأول ما بيخلص كلامه بتبتدي تخرج طاقة الشي من الدروع الملعونة اللي قدر يقضي عليها، وبتكون الطاقة دي شبه الطاقة اللي كان بيمتصها السيف. وأول ما بيشوف المنظر ده الأميرة والجنود بيتفاجئوا وبيقولوا الدروع اللي تم القضاء عليها بتقوم من تاني. وبنشوفهم محاصرين من كل ناحية وهيتم الهجوم عليهم من كلا الطرفين، زائد إن ما عندهمش طريق للهروب وما عندهمش قوة إن هم يواجهوا الهجوم ده. وأول ما بيبدأ الهجوم من الطرفين بيتفاجئوا إن مجرى القتال اتغير، وبدل ما الجنود
الجنود الملعونة تهجم عليهم، بقوا يهجموا على بعض. في لحظة تفاجؤ الأميرة وزبهلالها بتبص على جينجو وهو بيوجه السيف بتاعه ناحية الدروع الملعونة، تكتشف ان هو اللي سيطر على الدروع الملعونة اللي قامت بعد ما تم القضاء عليها. بيقول جينجو وهو في قمة الانشكاح، السيف ده مش قدرته بس ان هو يمتص الطاقة، لا وكمان بيقدر يسيطر على الدروع الملعونة اللي تم القضاء عليها بواسطته. وبيتفاجئوا الجنود من اللي بيشوفوه. بتقول الأميرة وهي بتبص على جينج، القوة والشجاعة دي لا يمكن تكون لروح شخص عادي، غير قدرته على سحب السيف من الصخرة من غير أي ضرر، كمان قدرته على إظهار قوة السيف الكاملة. وبيقف في لحظة عليها عن التفكير، وبنرجع معاها لذكريات الماضي، وبنشوفها وهي صغيرة وبتسأل شخص عن ملك الفرسان، وبيرد عليها الشخص المجهول اللي كانت بتسأله وبيقول لها إن ملك الفرسان كان أسطورة حقيقية في القرية بتاعتهم لقوته الجبارة وبسالته في القتال، وكان شخص يستخدم سيفه لإزالة الظلام الذي كان يحجب ضوء الشمس، بطل يملك كل من القدرات والمجد. وبتتحمس الأميرة وبتقول هي دي صفات الملك، لازم يكون قوي للغاية. بيرد عليها الشخص المجهول بيقول لها عندك حق يا الأميرة، ولكن كمان الملك الحقيقي لازم يمتلك مهارة أخرى. وقبل ما يكمل كلامه الشخص المجهول بترجع الأميرة لأرض الواقع، بينادي عليها الدرع العملاق وبتنتبه لكلامه، بيقول لها أنا مذهول من اللي بيحصل، أنت كمان مذهولة. بيكمل كلامه وهو بيقول لها إن جينجو الدروع الملعونة اللي بتقاتل معاه قوتها زادت خلال الفترة القصيرة دي، وإن موازين القوة في المعركة دي اتقلبت لصالحهم. وبيزعق الدرع العملاق في الجنود وبيقول لهم إحنا مش هنقف مكتوفين الأيدي نتفرج على المعركة، وبيوجههم للهجوم على الدروع الملعونة. وبتتفاجئ الأميرة من اللي حصل وبتقول كان الجميع محبطين ومنهكين للغاية من البداية، لكن تلاشت كل مخاوفهم دلوقتي. بيقول جينجو وهو بيشوف الجنود وهي بتقاتل الدروع الملعونة إن الرجال دول تشجعوا فجأة، ولكن أهم حاجة دلوقتي إن بعد ما امتلكت الطاقة الكافية فلازم أنهي القتال ده دلوقتي. وبيرفع السيف لفوق وبتخرج منه طاقة الشي قوية، من قوتها بيتلاشى الضباب الناتج عن آثار المعركة. بيوجه السيف ناحية الدروع الملعونة وهي بتخرج منه طاقة جبارة، وهو بيقول منحة الاتشي، وبينطلق تجسيد لجسمه من طاقة الاتشي ناحية الدروع الملعونة. بيقول وهو بينفذ مهارة سرية جه الوقت ان انتوا تعرفوا قوة طاقة الاتشي الحقيقية. واول ما بيخلص تنفيذ المهارة بيقول رعد السماء وصاعقة البر، وبتنزل صواعق من السماء بطاقة جبارة وبتدمر كل الدروع الملعونة اللي موجودة. بيتفاجئ الكل من الهجوم ده ومن كمية الدمار اللي نتجت عنه ومن ظهور القوة المدمرة اللي قدر يتحكم فيها جينج. واول ما بيخلص الهجوم وبيتم القضاء على كل الدروع الملعونة بيهتفوا الجنود بكلمات الانتصار، وبتفتكر الأميرة كلام الشخص المجهول الأخير وهو بيكمل كلامه بيقول لها بالإضافة للمهارات اللي بيمتلكها الملك لازم يكون عنده مهارة تانية، وهي ان يكون مصدر الأمل والشجاعة لكل اللي حواليه في أصعب الظروف. بتبص الأميرة على جينج وهي بتقول المهارات دي هي اللي بتأهل الشخص ان هو يكون ملك. نرجع لجينج وهو بيحاول ينفذ المهارة السرية لفن الانتقال وبرضه بيفشل، وهو بيقول من خلال القتال قدرت امتص كتير من طاقة الاتشي، وعلى الرغم من استخدامي للفن السري لتدمير الدروع الملعونة انا متأكد ان انا ما استهلكتش طاقة الاتشي كلها اللي موجودة في السيف، وبرضه الطاقة دي مش كافية ان انا ارجع للطائفة تاني. وبيسمع الصوت اللي جاله في المعركة تاني وهو بيقول سيدي حامل السيف، واول ما بيسمع الصوت بيتحول الدرع بتاعه لاتشي خالص، وبيحس ان وعيه بالسحب لمكان هو مش عارفه وبيتعجب من اللي بيحصل معاه. وفجأة بتظلم الدنيا، واول ما بيفتح عينيه بيلاقي نفسه في مكان واسع وبيسأل نفسه ايه المكان ده، واول ما بيبص على نفسه بيستعجب ويقول انا ازاي رجعت لهيئتي الاولى تاني. ويقاطع تفكيره الصوت اللي كان بيكلمه وبيقول له هذا المكان داخل السيف في الحجر. بنعرف ان المكان اللي فيه جينج دي قاع اسمها كارميل، ودي موجوده في حيز فراغي داخل السيف. بيظهر شخص من ورا جينج وبيقول له اخيرا قابلتك، وبنبص على الشخص اللي بيتكلم ده وبنعرف ان هي واحده ست ومرشوه في نص دماغها سيف، وبنكتشف ان هي روح السيف اللي مع جينج. وتعرف نفسها لجينج وبتقول ان اسمها ويوي، ان هي السيف اللي في الحجر والسيف اللي في الحجر هي، وتقول له بدل انت قدرت تستخدم السيف فانا اكون الخادم المخلص ليك. ويقول جينج روح السيف انا عارف ان في اسلحه سحريه بيبقى ليها روح خاصه بيها لما بتوصل لمرحله متطوره، لكن في الاغلب الارواح اللي بتبقى جوه الاسلحه السحريه بيبقى ليها مظهر غير واضح او مختلف. اول مره اشوف روح سيف على شكل بشري، لكن الحاجه لما بيعرفهاش حد ان في بعد منفصل بيبقى جوه السلاح السحري، واكيد المجال اللي انا موجود فيه ده تم انشاؤه
من خلال طاقة التشي والقوة العقلية، وأكيد ده السبب اللي خلاه نحتفظ بشكل الأصلي هنا. وبيسأل جينج روح السيف ويقول لها أنت ليه جبتيني هنا؟ بترد عليه إن في حاجة عايزة تقولها له وما تقدرش تتواصل معاه غير في المكان ده. بتطلع له شمعة وبتقول له ممكن تبص هنا، وأول ما بيبص عليها بيقول لها شمعة، وترد عليه بتقول له الضوء اللي طالع من الشمع ده هو بيمثل نسبة التشي اللي أنت محتفظ بيها جوه السيف. بيرد عليها جينج بس دي قليلة جدا. بتكمل كلامها وهي بتقول له وفقا لتوقعاتي فأنت محتاج عشان تنفذ المهارة السرية بتاعتك تمتلك طاقة تشي تنور قاعة كارمن دي كلها. وبيصدم جينج من كلامها وبيقول أنا عارف إن استخدام المهارة السرية بيستهلك كمية كبيرة من طاقة التشي، وعلى الرغم من عدم استخدامي للمهارة السرية قبل كده أنا ما توقعتش إن هي هتحتاج طاقة تشي كبيرة بالشكل ده. بس مش هيفيد الندم ولا التفكير في الموضوع ده، أهم حاجة دلوقتي إن أنا أقدر أجمع أكبر قدر ممكن من طاقة التشي من خلال السيف ده، وده من خلال تدمير أكبر قدر من الوحوش والدروع الملعونة وامتصاص طاقة التشي منهم. وبتتحمس روح السيف وهي بتشجعه وبتقول كل الدروع الملعونة والوحوش ملهمش فرصة قدام سيدي وهيتغلب عليهم، حتى الوحش الشرير أبو أربع عيون أكيد هيخسر قدامك. وأول ما بيسمع كلامها جينغ بيتصدم بيقول لها الوحش ذو أربع عيون. بتكمل كلامها وهي بتبتسم ابتسامة صفراء وأنا مش بلحها، الوحش أبو أربع عيون هو السبب الرئيسي في وجود الدروع الملعونة ونشر الخراب والدمار في كل مكان. بتتغير ملامح جينغ أول ما بيسمع الكلام ده وبيفتكر الوحش الشيطاني أبو أربع عيون اللي دمر طائفته، ويقول في نفسه هو ممكن يكون هو نفس الوحش الشيطاني اللي دمر طائفتي، هو ممكن يكون متواجد في العالم ده برضه، وحتى لو ما كانش هو أكيد ليه صلة بالشيطان اللي دمر العالم بتاعي. الشيطان اللي عنده دمر عشيرتي بالكامل وهلك جسمي ونقل روحي للمكان ده، ولو لقيت أي دليل بيتعلق بالوحش ده لازم أديله اهتمام أكتر. وبيوجه كلامه لويوي اللي هي روح السيف وبيقول لها اول ما يبقى عندي خلفية عن الموضوع وافهم اللي بيحصل برا عايزك ترجعيني لهنا تاني. بترد عليه وهي بتقرب منه كل ما تقوله اوامر لي وسوف اخدمك دائما عندما تصبح ملكا. وبيرد عليها انا لما كنت قائد عشيرة كان طالع عيني عشان كده انا ما عنديش رغبة ان انا ابقى ملك. بترد عليه وتقول له تعامل مع الامر ان هو حل. واول ما بيبتدي يتبدل شكل روحه وبيرجع لطاقة اللي تشيل الاصلية بتقول الملك مرة ملك دائما. وبيبتدي يرجع وعيه تاني من خلال السيف، واول ما بيبص قدامه بيتفاجئ من اللي بيشوفه وبيقول لهم انتوا ايه اللي عاملينه ده، ونشوفهم هم بيقدموا له احترام مبالغ فيه. وبترد عليه الاميره وهي بتقول سيد جينغ لا، بل الشخص الذي انتصر على الدروع الملعونه واخرج السيف من الصخره، الشخص اللي توفرت فيه كل صفات المنقذ، نرجوك بكل مهلبيه وحلاوه طحنيه ان تنقذ هذه القاره وتقضي على كل الدروع الملعونه وان انت تكون ملك لجميع الفرسان. واستغرب جينغ من كلامه وبيقول ابقى ملك لجميع الفرسان عشان ننقذ القارة؟ تنسيتوا بداية المقابلة بتاعتنا؟ ده احنا كنا بنتقاتل من فترة مش بعيدة وافتكرتوني واحد من الدروع الملعونة اللي انتوا عايزين ننقذكم منها دلوقتي. وترد عليه الاميرة وهي بتعتذر وبتكمل كلامها ولكن اذا كان بامكانك استخدام السيف الموجود في الصخرة فده دليل على لان انت الملك. وبتكلم جينغ في نفسه وبيقول على الرغم من اللي بتطلبه ده امر مزعج، لكن انا برضو محتاج شخص يزودني بالمعلومات عن العالم اللي انا فيه. وبيوجه كلامه ليهم ويقول لهم شكلكم بقالكم فترة طويلة بتقاتلوا ضد الدروع الملعونة، وبيسألهم لو كانوا يعرفوا هم ابتدوا ازاي او ظهروا امتى. بيرد عليه الدرع العملاق وهو مستغرب من سؤاله وبيقول له انت فعلا ما تعرفش قصة الدروع الملعون؟ بيرد عليهم جينغ ويقول لهم معلش عشان انا اتنقلت جديد في العالم ده عشان كده ما عنديش خلفية عن ظهور الدروع الملعون. تستغرب الاميرة من كلامه وبتقول له انتقلت جديد يعني ايه؟ بيرد عليها جينغ وبيقول لها سيبكم من الكلام الفاضي ده وردوا على السؤال بتاعي. بترد عليه الاميرة وبتقول له من 10 سنين خلال احدى الفصول حصل انفجار مفاجئ في السماء، وبعد الانفجار ده ابتدت تظهر الدروع ملعونة وتهاجم المدن والسكان وتدمر اي حاجة تقف في طريقها. وبما ان الوحوش دي كانت بتهجم بطاقة ملعونة وشيطانية فبدأ الناس يطلقوا عليها اسم الدروع الملعونة. انتشرت الدروع الملعونة في جميع انحاء القارة بشكل سريع ودمرت عدد لا يحصى من المدن. ان الاشخاص اللي قدروا يهربوا من الدمار ده اجمعوا كلهم ان اللي كان بيقود الدروع الملعونة هو شيطان ضخم باربع عيون. واول ما بيسمع جينغ الكلام ده بيقول لها شيطان باربع عيون ده من ضمن اهدافك؟ وبترد عليه وتقول له ايوه بس دي المعلومة الوحيدة اللي احنا عارفينها، وكانت الخطة بعد الحصول على السيف نتوجه لمدينة كانجستون عشان نشحن قوتنا والاسلحة اللي هنحتاجها في القضاء على الدروع الملعونة، وبعد كده نتوجه شرق نحو منتصف جيش الدروع الملعونة ونستعد للقتال الاخير. غير كده ان مدينة كانجستون من ضمن المدن اللي دمرتها الدروع الملعونة، ولو لقينا اي حد من الناجين ممكن يساعدنا في القضاء على الدروع الملعونة ويمدنا بالمعلومات، والشكل ده هنستعد كويس للقتال. بيرد عليهم جينغ مفهوم وبيقول في باله
قالوا ان هو لازم يقتل كتير من الاعداء عشان يقدر يجمع طاقة التشي اللي هتساعده في الرجوع، زائد انه في نفس الوقت لازم يجمع اكبر قدر من المعلومات عن الشيطانة باربع عيون. وبيرد عليهم ويقول لهم انا قررت خلاص ان انا اروح مدينة كانجستون معاك. واول ما بتسمع كلامه الاميرة بتندفع وبتشكره بقوة وبيتفاجئ من تصرفها ده، بتقول في نفسها ان انت تحصل على دعم شخص قوي يملك قدرات ملك وقوة السيف، فدي في حد ذاتها حاجة مطمئنة. وتقول لكل اللي معاها وهي بتشاور قدام الجميع توجه لمدينة كانجستون في الحال، حان الوقت للقضاء على جميع الدروع الملعونة. وبنشوفهم وهم رايحين ناحية المدينة وكل الجنود بتبص على الدروع الملعونة وتقريبا كده مش طايقينهم. بنشوف جينغ وهي شايلات الدروع الملعونة وهو بيجمع طاقة التشي من خلال التنفس، وبيقول على الرغم من ان التقنية دي بطيئة في تجميع الطاقة لكن انا ممكن احقق منها نتائج كبيرة على المدى البعيد. وبنشوفه وهو بيمتص طاقة التشي من كل مكان في الدرع، واول ما بتبتدي تزيد الطاقة اللي بيمتصها بنشوف وعيه بينتقل داخل السيف، واول ما بينتهي الوعي بالكامل داخل السيف بنلاقي ويوي في وشه وهي بتقول له مرحبا برجوعك يا حامل السيف. وبنشوفه هو فعلا حامل روح السيف ويوي، وبيسأله هو شايلها ان المكان اللي هما فيه ده قاعة كارمن. بترد عليه وتقول له ايوه شكل ان انت عندك القدرة ان انت تنقل وعيك هنا، وبيقول لها ممكن ده يكون بسبب تقنية التنفس اللي بتساعدني في امتصاص الطاقة. واول ما بيدخل القاعة بيتفاجئ بالدروع الملعونة اللي بيسيطر عليها موجودة، وبيسأل ويوي هما ليه هنا، بتقول له ما يقلقش لانهم بيجتمعوا هنا اول ما بيديهم اوسمة الشرف وهيحصل على الطاقة بتاعتهم بدل هما موجودين هنا. وبتطلع له الشمعة وبتقول له شوف اشتعالها زاد ازاي، وبيرميها على ظهره وهو بيجمع طاقة التشيف في ايده وبيقول برضو الطاقة دي مش كافية ان انا انفذ المهارة بتاعتي، زائد المستوى اللي انا وصلت له ده مستوى مبتدئ بالنسبة للي كنت عليه زمان، وشكله لازم يملى القاعة دي بالدروع الملعونة عشان يمتص الطاقة اللي تقدر ترجعه تاني. وتقرب منه عشان ترجع وعيه تاني وهي بتقول ان خدمتها ليه هي اللي هتعبر له عن ولاها. ويرد عليها جينغ قبل ما يختفي انا ما شفتش منك خدمة مفيدة ابدا. واول ما بيرجع وعيه تاني للسيف بيلاقي طبق اكل في وشه وحد بينادي عليه بيقول له اتفضل، وبنعرف ان دي الاميرة. وبيرد عليها ده ايه ده، بترد عليه انا جبت لك الاكل عشان كله بياكل ويستريح رغم ان انا مش متأكدة ان انت هتعرف تاكل ده ولا لا. وبيرد عليها ويقول لها انا درعي فاضي يعني اجوف اكيد مش هقدر اكل زيك. وبتسأله انت ما بتحسش بالجوع، بيرد عليها ويقول لها اكيد بحس بس بدل ما يتغذى على الاكل بيتغذى على طاقة التشي اللي بيمتصها حاجة كده صديقي زي النباتات بيتغذى بالتنفس. وبنشوفه وهو بياخد نفس كامل زحليقة وبيتغذى على طاقة التشي. وبنشوف الاميرة وهي بتحزق وبتحاول تقلده لكن بتفشل وتقول له انا عايز ابقى قوية زيك. وبنروح معهم ونعرف ان هم وصلوا لمدينة كانجستون، وبنشوف جينغ وهو بيقاتل الدروع الملعونة اللي بتقابلهم في الطريق وكالعادة بيقضى عليهم وبيمتص طاقتهم داخل السيف. بنشوف الاميرة وهي بتقول له بفضلك قدرنا نقضي على كل الدروع الملعونة اللي كانت بتواجهنا في الطريق، واخيرا وصلنا للمدينة بأمان. واول ما بيدخل المدينة بيلفت نظر جينغ تمثال عملاق في نص المدينة ويقول ان عنده فضول بالنسبة للتمثال ده. بترد عليه الاميرة وتقول له دول كانوا اقوى 11 ملك في البر الرئيسي، وفي مرة اجتمعوا في المدينة دي عشان يحددوا اكتر واحد مرشح للعرش، لكن بعد الكارثة وظهور الدروع الملعونة اختفوا وما بقايش عنهم اي اخبار، ولو حلفنا الحظ وقابلنا اي واحد فيهم هيبقى دعم كبير لينا. وبنسمع صوت حد بينادي عليهم، واول ما بيبص جينغ قدامه بيلاقي مجموعة من الناجين وبيقول جيتوا في الوقت المناسب كده اقدر احصل منكم عن معلومات عن الوحش الشيطاني. وقبل ما يكمل كلامه بينتبه لحاجة وبيبص وراه وبيلاقي هجوم جاي عليه من درع عملاق، وبتخرج من الدرع ده هالة مرعبة وهو بيقول اقضوا على كل الدروع الملعونة. واول ما بيخلص كلامه بيهجم هجوم قوي على المكان اللي كان فيه جينغ وبيدمره كله. بيقدر جينغ يتفادى الهجوم ده وبيظهر من ورا الدرع العملاق وبيقول يا لها من طريقة قاسية للقاء التحية لكنك وصلت في الوقت المناسب، وبيروح يهجم عليه جينغ وهو بيقول له سوف امنحك وسام الشرف. بينجح في الهجوم على الدرع العملاق وبيقدر يطير راس الدرع، واول ما بيبص عليه بيكتشف ان هو مش درع فاضي وان جواه شخص. تصدم الاميرة اول ما بتشوف الشخص ده، وبنكتشف ان الشخص ده الملك روت وكان اقوى ملك من الملوك ال11. وبتقعد الاميرة تعتذر منه وتتأسف له وتقول له اللي حصل ده سوء فهم، وبيقول لها مفيش مشكلة بس هو حس بالغضب لما شاف الراجل ده، وطبعا قصده صاحبنا جينغ، بيقود مجموعة من الدروع الملعونة انت بتقول انه بيتحكم فيهم صح؟ بترد عليه الاميرة وتقول له صح وبفضل قوته دي احنا قدرنا نوصل هنا بسلام. وبيسألها جينغ وبيقول لها هو ده الملك مختلف شوية عن اللي تخيلته. بترد عليه الاميرة وتقول له ده الملك رود وده كان اعظم واقوى ملك بين الملوك ال11 وحاكم مدينة كانجستون. وبيقول للملك روت وهو بيبتسم ابتسامة تملأها المودة للأميرة ما تغيرتش كتير أيتها الأميرة جينغ، إن هو شالها لما كانت صغيرة. وترد عليه الأميرة وبتقول له بعد ما سمعت إن الملوك كلهم اختفوا هي افتكرت إن هو كمان اختفى وما سمعتش عنه أي أخبار. وبيعتذر لها الملك روت وبيقول لها إن هو آسف إن هي خلاها تحس بالقلق وأكيد تعرضت لمصاعب كتير وهي بتواجه الدروع الملعونة لوحدها. وبتتحمس وتقول انضم لينا أيها الملك روت ومن خلال قوتك ممكن نلاقي الملوك التانيين وموحد قوانا وننتصر على الدروع الملعونة. ويقاطع كلام
كلامها الملك روت وبيقول لها في الواقع وبس يا صديقي بدل في الواقع يبقى مها. بيكمل كلامه وبيقول ان الملوك اجتمعوا كلهم عشان يقضوا على الدروع الملعونة لكنهم تعرضوا لهزيمة ساحقة على ايد الدروع دي. انا فخور باصرارك على مواجهة الدروع دي لكن الكارثة دي لا يمكن القضاء عليها. بتصدم الاميرة جينيفر اول ما بتسمع الكلام ده. بيكمل كلامه الملك روت وبيقول تحالف اقوى 11 ملك ما قدرش يقضي عليهم ومعتقدش ان في قوة هتقدر تقضي عليهم. وبتكلم جينغ من وراهم وهو بيلعب بالتشي وبيقول له للدرجة دي هم اقوياء. وبيسأل الدرع العملاق الملك روت عن جنود المدينة وبيكمل كلامه ان هم كانوا عايزين يساعدوهم في القضاء على الدروع الملعونة. وبنعرف من الملك روت ان كل جنود مدينة كانجستون مات وان هو ما عندهوش فكرة ازاي نجا من الحرب دي. وبتقول الاميرة هي الحرب ضد الدروع الملعونة هتخليني اخسر كل حاجة. وبيرد عليها الملك روت وبيقول لها احنا ما خسرناش كل حاجة في ناجين موجودين في المدينة وبدل هم موجودين فاذا المدينة موجودة وان هو يحافظ على المدينة دي مهما كلفوا الأمر وخصوصا بعد القضاء على كل الأعداء الموجودين في المدينة فهم بكده قدروا يوفروا مكان آمن للناجين من الحرب دي. وتبص الأميرة والدرع العملاق بنظرة استذهال للملك روت بيقولوا إنه ملك يستحق الاحترام وإنه كل في الماضي كان متوقع إن الملك روت هو اللي هيسحب السيف من الصخر. ويبص الجنود على جينغ وهم بيقولوا الملك روت أنسب من ده وبنصيب صاحبنا جينغ الغلبان اللي شغالين يقصقصوا فريش. وبنروح ونشوف الملك روت واللي حواليه وهم بيبصوا على مبنى ضخم وبيقول الملك روت إن هم أخذوا وقتهم في الراحة وان المفروض يتحركوا دلوقتي هما والناجين ناحية المبنى الضخم. نعرف من الملك روت ان المبنى ده هو امن مكان في المدينة وفي برضو مجموعة من الناجين موجودين فيه. وبنشوف مجموعة من الناجين اول ما بيشوفوا الملك روت والاميرة بيجروا يصرخوا من الخوف وبتحاول تهديهم الاميرة وبتقول لهم ان هما مش هيؤذوهم. بيقول الملك روت انهم شكلهم اتعرضوا لصدمة من الدروع الملعونة والواجب عليه ان هو يرعاهم ويحافظ عليهم عشان ما يعرضوش نفسهم للخطر. بيلاقح كلام على جينغ وهو بيقول ان في بعض الاعداء قريبين منيهم ولازم ياخدوا بالهم. وبيتعجب جينغ من كلامه وبيقول له الحذر ده بسبب انا ما تقلقش انا مش مؤذي. واول ما بيسمع الملك روت كلامه بتظهر على وشه ملامح الغضب وبيبص على جينغ وبيزعق له انا قتلت العشرات من الدروع الملعونه اللي زيك وحتى لو كانت الاميره بتثق فيك فانا مش هثق فيك ابدا ولو حسيت منك باي خطر فانا هقضي عليك في لحظه. وبيقول له جينغ على الرغم ان احنا ما تقابلناش قبل كده بس انت مش متقبل وجودي معاك وعلى الرغم كده انا مش بلومك عشان مظهري شبه اعدائك اللي انت بتحاربهم. وبينتهي بينا المشهد وبنشوف الدرع العملاق والأميرة والملك روت وهما ماشيين ناحية المبنى العملاق. كل ما يقابلوا عدد من الناجين بيخافوا منيهم وبيطلعوا يجروا والأميرة بتحاول تهديهم. وبيقول الملك روت وهو بيبص حواليه ان هما ما بلوش اي اعداء وهما في طريقهم ده وفر لهم شوية وقت عشان يوصلوا بسرعة للمكان اللي هما عايزينه. وتقطع الأميرة كلامه وبتقول له ان احنا ما قابلناش لا اعداء ولا اصدقاء. نعرف من الأميرة ان جينغ هو اللي كان بيأمن لهم الطريق وكان بيحارب ويقتل كل الدروع الملعونة اللي كانت بتواجههم او اي اعداء في طريقهم قبل ما يوصلوا. ونشوف جينغ وهو بيراقبهم من بعيد وبيبص عليهم من فوق المباني واول ما بتشوفوا الاميره بتشكره على اللي بيعمله علشانهم. وبيرد عليها جينغ وهو بيقول لها بدل انا بعيد عن الملك روت والناس فده بيحسسهم بالراحه غير كده ان امر الدروع الملعونه اللي بتحكم فيها ان هم يكونوا بعاد عشان ما يخوفوش الناس. بتفكر الاميره في كلام جينغ وبتقول في نفسها على الرغم الكلام اللي سمعه من الملك روت لسه مستمر في تقديم المساعده لينا. وبيقول جينغ في نفسه ان الملك روت افنى عمره في حمايه المدينه والمدنيين والسبب ده جينغ بيقدره وبيحترم تضحيته دي ومهتمش بالكلام اللي كان بيقوله له. وبنشوفه وهو واقف وسط الدروع الملعونه اللي قدر يقضي عليهم وهيمتص منهم طاقه التشي. وبيقول في نفسه على الرغم من عددهم الكبيره بس هما ضعفاء وقدر يقضي عليهم بسهوله. وقبل ما يخلص كلامه بنلاقي درع ملعون بيتسلل من وراه وشكله مختلف عن الدروع الملعونه اللي كان بيقاتلها وبيهجم على جينغ بسرعه لكن في اخر لحظه بيقدر جينغ ان هو يتجنب الهجوم ده. وبيبص على الدرع الملعون اللي هجم عليه وبيقول ان هو مختلف عن الدروع الملعونه اللي كان بيقاتلها فهو ما بيهجمش بطريقة عشوائية بس بيهجم بطريقة منظمة زي الجنود اللي في الحرب. واخيرا حاجة مثيرة للاهتمام وبيقدر يتغلب عليه وبيثبته في الارض وبيطعنه بالسيف وهو بيقول انه محتاج يضخ طاقة اكبر في السيف عشان يقدر يخترق الدرع ده. بيحاول جينغ يمتص طاقة الاتشي من الدرع اللي كان بيقاتل واول ما بيتدمر الدرع بيتفاجئ جينغ ان الدرع ما كانش فاضي وكان جواه شخص. وبيروح جينغ ينادي على الاميرة والملك روت وبيقول لهم ان الدرع اللي كان بيقتله كان فيه شخص وما كانش فاضي. وبتستغرب الاميرة من كلامه وبيقطع استغرابها ده الملك روت وبيقول ممكن يكون الدرع استحوذ على الشخص ده. وبنعرف في العادة ان الدروع الملعونة بتكون فاضية لكن لو لقيت شخص مناسب بتستحوذ عليه وبتتغذى على طاقة حياته وبتاخد منه قدراته القتالية. وبعد شوية وقت بنشوفهم وصلوا للمكان اللي هم عايزينه. ويقول الملك روت على الرغم ان المكان من بره يبان انه خرابة لكنه مريح من جوه وفي مية واكل وان الناجين من المدينة بينظموا فقرات ترفيهية وعشان كده بيحس ان المكان ده هو بيته الامن والناجين دول هم
واسرته اللي لازم يحافظ عليهم، وبيروح ناحيه مدخل سري للمبنى العملاق. اول ما بيدخلوا هنا تحدث المفاجاه والصدمه الكبرى، بيلاقوا المكان متدمر والدروع الملعونه موجوده جوه وجثث الناجين موجوده في كل مكان، وبتظهر ملامح الصدمه على وشهم. واكبر صدمه كانت للملك روت، لان الاشخاص اللي بيدافع عنهم وكرس حياته لحمايتهم ميتين قدام عينيه دلوقتي. كميه الم وحزن يا صديقي تعجز عن تحمله الجبال. في لحظه صدمه الملك روت بتروح الدروع الملعونه بتهجم عليه، لكن قبل ما يوصلوا له بيتدخل جينجو وبيقدر يمنع الهجوم ده، وبيقول ان المكان ده اتدمر بالفعل ولازم يخرج. بنرجع للملك روت وبنلاقيه لسه مصدوم من اللي شافه، فطبعا كل اللي كان بيكافح عشان يحميهم بكل قوته دلوقتي ماتوا. في اللحظه دي بنشوف الدروع الملعونه بتستهدفه مره تانيه وبتروح عشان تهجم عليه، وبتتحول ملامح الملك روت بشكل مرعب وهو بيزعق ويقول كل ما سعيته لحمايته دمرته الدروع الملعونه. بنرجع قبل الكلام ده بلحظات وبنشوف الاميره واللي معاها وهما بيحاربوا الدروع الملعونه، وبنعرف ان كل الدروع الملعونه اللي بيقتلوهم من المستحوذين، وقدروا يسيطروا على مجموعه من الناجين من الموجودين داخل المبنى العملاق. وبيكتشف جينج ان الحاجه اللي بتخلي الدروع الملعونه تستحوذ على الاشخاص هي طاقه الاتشي اللي موجوده جواها. بسرعه بيحاول يمتص الطاقه دي من الدروع الموجوده حواليه، وبينجح فعلا انه يحرر الاشخاص المستحوذين عليهم الدروع الملعونه. بنعرف من الاميره ان الاشخاص اللي طلعوا من الدروع الملعونه في منهم لسه عايش وما تمش القضاء عليه بالكامل. تطلب المساعده من اللي حواليها عشان تقدر تنقذ الاشخاص دول، وبتقرب من واحد من الناجين عشان تنقذه، وهي بتحاول تطمنه وبتقول له ان جينجو الملك روت هيقضوا على كل الدروع الملعونه. وبيقاطع كلامها ده الشخص اللي كانت بتنقذه، وهو بيحذرها مش بس من الدروع الملعونه، لا كمان بيحذرها من الملك روت. واول ما بتسمع منه الكلام ده بتبص عليه بنظره استغراب وبتفتكره بيقول كده من الصدمه اللي تعرض ليها، وينادي جينجو على الملك روت عشان يطمن عليه، وهو بيقول له انه قتلوا عدد كبير من الدروع الملعونه وقدروا ينقذوا عدد كبير من الناجين من اللي سيطرت عليهم. لكن الملك روت ما بيردش عليه، وفي لحظه واحده بتخرج منه هاله مرعبه وهو بيقول الدروع الملعونه يجب القضاء عليها. فجاه بيهجم على جينجو بالسيف بتاعه، وبيقدر جينجو يتصدى للهجوم ده وهو مستغرب من هجوم الملك روت عليه. وبيرجع جينجو لورا من الهجوم ده وهو بيبص على الملك روت، وبتخرج من الملك روت طاقه شيطانيه شبه الطاقه اللي كانت بتتحكم في الدروع الملعونه. وبتستغرب الاميره من اللي بتشوفه ومن هجوم الملك روت على جينجو، ويتكلم الشخص اللي كانت بتنقذه وهو بيقول ان الملك روت من ساعه المعركه الاخيره وهو مش على طبيعته، وانه بعد ما رجع من المعركه دي جمع عدد كبير منهم في المبنى العملاق ده بحجه ان هو بيساعدهم وبيوفر لهم الحمايه. لكن وعلى عكس الكلام اللي كان بيقوله، اول ما اجتمعوا في المبنى ده ابتدى يقتل فيهم كلهم، وان الملك روت بقى هو نفسه درع ملعون. وعلى الرغم ان في عدد كبير منهم قدر يهرب من المجزره دي، لكن في النهايه تم الامساك بيهم من قبل الملك روت وقتلهم برضه. وبتصدم الاميره من اللي بتسمعه، وبنكتشف ان الناجين اللي كانوا بيقابلوهم كانوا خايفين وبيهربوا من الملك روت مش من جينجو. وبيقف جينجو والاميره في ظهره وهو بيقول ان الدرع اللي لابسه الملك روت ده درع ملعون وتم الاستحواذ عليه، وبالفعل ابتدى يسيطر على عقله. بس المشكله الاكبر ان الدرع الملعون ده واللي تم الاستحواذ عليه مستواه مختلف عن الدروع الملعونه اللي كنت بقاتلها. بيهجم الملك روت بالدرع الملعون بتاعه على جينجو بقوه جباره، وهو بيقول سوف ابيد كل الدروع الملعونه، لقد قلت قبل ذلك سوف اقاتلكم جميعا ايتها الدروع الملعونه حتى الموت. واول ما بيسمع جينجو كلامه ده بيقول شكل في بعض الذكريات لسه موجوده في عقله وده هيسهل الامور علينا. ونشوف جينجو في مواجهه الملك روت وهو بيقول خلينا اساعدك حتى تستيقظ ايها الملك. وبيبدأ القتال بين الملك روت وجينجو، وبنكتشف ان هجمات جينجو ما بتأثرش في الملك روت. السبب في كده ان الطاقة الملعونة اللي بتخرج من الملك روت حوطت جسمه كله، ونتيجة لده حصل تغير في شكل الدرع وما زادتش بس قوة الدفاع، لا وقوة الهجوم كمان زادت. وبتنفجر طاقة ملعونة قوية من درع الملك روت وهو بيهجم على جينجو. واول ما بيشوف جينجو هجوم الملك روت بيقول ان استخدام الطاقة لتعزيز القوة الجسدية دي تقنية بدائية من ممارسات التشي. كنت عايز تلعب بخشونة فانا سيد التلاعب التشي. وبيجمع جينجو طاقة التشي بتاعته بكل قوته وبيهجم على الملك روت في هجوم قوي. وفي وسط المعركة دي بيفكروا جينجو باللي كان عليه، وبيقول انه كان زيه قائد محب لشعبه وعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحميهم. بيجمعوا الاتنين كل قوتهم وبيهجموا على بعض، واول ما بيتصدم هجوم الاتنين مع بعض بيكسر درع جينجو واجزاء من درع الملك روت. لكن بسرعة خرج جينجو طاقة التشي بتاعته وجمع اجزاء الدرع
بتاعه من تاني، وبيقول وهو متضايق انا نسيت ان انا درع فاضي وبفتقر قليلا من الصلابة، مع كده انا عندي ميزة ان انا اقدر اجمع اطراف الدرع المدمرة بالاتشي بتاعي. واول ما بيقدر يجمع الدرع بتاعه من تاني بيجمع طاقة الشي قوية وبيهجم على الملك روت، وبيقول الفن السري مهارة الحلبسة، وبيقدر يخترق دفاع الملك روت ويمتص طاقة الاتشي اللي موجودة في الدرع بتاعه. واول ما بيمتص الطاقة دي بيتفاجئ ان هي فيها ذكريات الملك روت، واول ما بنشوف ذكريات الملك روت بنتفاجئ بظهور الوحش الشيطاني ابو اربع عيون فيها، وصوت الملك روت وهو بيقول اللعنة لماذا اصبح الامر هكذا، حتى بعد تجمع الحلفاء فقوتنا لا تقارن بالوحش الشيطاني ابو اربع عيون. الاستمرار في القتال ضده عبارة عن رمي الجنود في التهلكة، ولكن لا يمكنني الموت الان فانا اريد استرجاع مدينة كانجستون، فاذا مت فسوف تمحى المدينة، وبما اننا لا نستطيع دحر الدروع الملعونة فعلى الاقل ساقوم بحماية المواطنين لاطول فترة ممكنة. وبنشوف ذكرى تانية للملك روت وهو واقف وسط جنوده، هما بيقولوا له ان الدروع الملعونة استحوذت على المدينة كلها، وبيسألوه هما هيعملوا ايه دلوقتي، ويرد ويقول كملك للمدينة يجب علي حماية كل من فيها. ونروح لذكرى تانية وبنشوف الملك روت وهي محوطة من كل مكان الدروع الملعونة، بيسأل نفسه من تبقى، هل انا اخر الواقفين؟ حتى لو كنت الوحيد المتبقي فسوف احمي المدينة، احتاج فقط لإبادة الدروع الملعونة. في اللحظة دي بيتفاجئ بخروج طاقة من جسمه شبه الطاقة الملعونة اللي موجودة في الدروع، وما بيكونش عارف مصدر الطاقة دي منين، وفجأة بيظهر من وراء الوحش الشيطاني ابو اربع عيون. في اللحظة دي سيطر الوحش ابو اربع عيون بالطاقة الملعونة على الملك روت، وبيقول الملك روت مش مشكلة الطاقة دي جاية منين، المهم ان انا هقضي بيها على كل الدروع الملعونة. وقدر يأثر على تفكيره وحواسه ويشوف كل الاشخاص والناس اللي كانوا حواليه عبارة عن دروع ملعونة، وهو بيقول هناك الكثير يجب القضاء على كل الدروع الملعونة، وبيهجم عليهم بكل قوته. والجنود والناس اللي حواليه بيتفاجئوا من اللي حصل وهجوم الملك روت عليهم، واول ما بيقضي على كل اللي حواليه بتختفي منه الطاقة الملعونة، وبيسأل نفسه هو ايه اللي حصل وفين الدروع الملعونة اللي كانت حواليه، وهو بيبص على الناجين او اللي اتبقى منهم وهم بيهربوا منه، وهو بيحاول ان هو يقول لهم ان هو الملك روت وان هو الحاكم بتاعهم وهيحميهم. وبالذكريات دي بيعرف جنغل اللي حصل للملك روت، وبيقول كل ما اراده هو حماية المدينة والمدنيين بداخلها، ولكن انتهى الامر بوقوعه تحت الاتشي الشيطاني وتدمير كل شيء حوله ولا يمكنه حتى تذكر ذلك. وبيبص على الناجين على المعركة اللي خلصت وبيقول واخيرا الملك روت قد اتهزم، لقد كان يقتلنا مثل الدروع الملعونة. بيسمع جنغ كلامهم ده وبيقول لهم لا الامر ليس كما تظنون يا رفاق، فهو حقا. وقبل ما يكمل كلامه بيتكلم الملك روت وبيقول له اهرب 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 الان، يستطيعون رؤيتك انهم قادمون الان. واستغرب جنغ من كلامه، وفي اللحظة دي بيظهر نور ساطع في السماء بطاقة ملعونة قوية، وبيبص عليها جنغ والاميرة وبيصدموا منه، وبيستشعر جنغ التشي القوي اللي طالع منها، وبينزل الضوء ده على الارض زي النيزك وبيدمر جزء من الارض وبيفجر طاقة ملعونة قوية. واول ما بينكشف الضباب الناتج عن نزول الضوء ده بيكشف عن فارس بتخرج منه طاقة ملعونة قوية، وبتتفاجئ الاميرة اول ما بتشوفه وبيسألها جنغ لو كانت تعرفه، وبتهتئ الاميرة وهي بتقول ده احد الملوك ال11 الذين ذكرتهم سابقا. وبنعرف ان اسم الملك ده هو الملك بادون، وبيفتكروا كلام الملك روت ان هو تم القضاء على كل الملوك ال11 فازاي ده موجود دلوقتي. ويرد عليهم جنغ دي حاجة واضحة يعني مش محتاجة اي حاجة، بما ان هو مملوء بالتشي الشيطاني فقد سيطر عليه الشيطان باربع عيون. وبيقفوا الجنود والاميرة والدرع العملاق ورا جنغ وهم بيستعدوا عشان يواجهوا الملك بادون، وبيقول بادون انه السيف داخل الصخرة، استطيع الشعور بهالة الملك روت تخرج من هذا السيف. وفي لحظة بيوجه هجوم لجنغ واللي معاه وبيقول وميض الالف فارس، واول ما بيوجه سيفه ناحيتهم بتنفجر منه طاقة مرعبة وبيخرج منه مئات الدروع الملعونة وهي متجهة ناحية جنغ واللي معاه عشان يهجموا عليهم. واول ما بيخلص هجومه عليهم بيفتكر الملك بادون ان هو قدر يقضي عليهم، وبيحاول يستعيد السيف اللي في الصخرة، لكن باختفاء الضباب الناتج عن الهجوم بيتفاجئ باللي ما كانش متوقعه، وهو جنغ قدامه ماسك السيف ورا الاميرة والدرع العملاق والجنود. واول ما بيشوف اللي حصل بادون بيوجه كلام لجنغ وبيقول له انت لست سيان، سلم لي السيف، اذا لم تفعل فلن ينتهي الامر بسلام بالنسبة لكل الموجودين هنا. يرد عليه جنغ بكل فخامة وبيقول انهم جميعا اتباعي، لن ادعك تفعل ما تشاء. بيتعصب بادون اول ما بيسمع الكلام ده وبيقول له هل تريد القتال ضد الملوك ال11؟ بيرد عليه جنغ الجاحد وبيقول له مهما كان عددكم سوف اقاتل حتى النهاية، ليس الامر وكأنني لم ارى ملوكا من قبل. في اللحظة دي بيسمع صوت السيف وهو بيقول له لديك فارس جديد، من فضلك قم
يقوم بتعيينه. والفارس ده طبعا بيكون الملك روت وبيوافق جينغ على تعيينه وبيوجه له كلام وبيقول له لقد اذنبت والان هو وقت التكفير عن ذنوبك، سنهاجم معا. واول ما بيخلص كلامه بتخرج هالة قوية من طاقة الاتشي من درع الملك روت، وبيعفر جينغ وهم الاتنين بيستعدوا عشان يواجهوا الملك بعضهم متجاهلين اي خوف من مقدار القوة التي يمتلكها.